انت كنت عم تقول انه من 35 لازم تبلش البنت الصبيه او السيده بتجميد البويضات، فيها تبلش بعمر قبل؟ ايه هو ال 35 مثل حاطينها هن اتفقوا عليها اعلاميا انه بصير في شوت بالريزيرف، يعني في فحص دم عم نطلبه للمريضه. هي مش بس العمر، المريض في ناس بتقشط الريزيرف تبعتهم بعمر اصغر، في فحص دم بينطلب اسمه الاي ام اش، بنعرف قديش المخزون تبع البويضات عندك، المخزون اللي بيجيب بويضات بيجيب اولاد، لانه هذا الرقم اذا نزل تحت رقم معين هو لازم يكون بين 2 و6، اذا نزل تحت 2 معناتها الريزيرف صارت ضعيفه، اكيد افضل تحفظي بويضاتك. لانه اليوم اذا ما عملتي هيك، اذا ما عملتي هيك وانا والله الراجل كثير منيح وعم بعمل ايكو على الحكيم، الرحم بجن وكل شيء ماشي مزبوط، ما بتعرفي اذا بعد عندك ريزيرف بويضات، بتتجوزي عمرك 37 سنه بتبلش المشاكل، بتبلش العلاجات اللي هي طفل الانبوب، بس لانه بوقتها صارت البويضات كثير ضعيفه شانس الحمل بيصير كثير قليل. اذا عامله هالبروسيدور البسيطه قبل، انت عندك بويضات على جنب بتحفظيهم سنين، ما في ليميت دو تان، لانه هذا بالازوت ونورمالمون يعني مريت نحن بنسحب بويضات بيطلعنا قليل، عدد قليل من الا بعد شهرين ثلاثة بنرجع هذا بيرجع لطبيعة جسم كل امرأة أو كل بنت صبية حسب ما قلت لك الريزيرف، حسب فحص الدم، حسب المبين. في ناس عمرهم 37 سنة بعد الريزيرف قوية كتير، في ناس عمرهم 32 سنة الريزيرف صار كتير قليلة، فأكيد بعد 30 سنة لازم، إذا ما في بلان أنا أتجوز، ما في بلان أنا حاطة بحياتي أجيب أولاد هلأ قريبا، أكيد بننصح هيك. هلأ إذا هي مجوزة أو هي عندها حدا، أفضل جلد امبريون، بجلد بيبي، لانه الامبريون بيتجلد بعد احسن. يعني كيف فصلنا شوي يعني عم. اذا المراه مجوزه بس ما بدها تجيب اولاد هلا، بدي انا سنتين ثلاثه ما بدي اجيب اولاد، بنجوز بنسحب البويضه، بنجوز البذر والبويضه، بصير خليه بيبي بسموها خليه الامبريون، بتربى بالمختبر بنفرزها، هيدي كمان اقوى، هيدي كمان بتضاين على سنين، كمان اقوى يعني سنين اقوى، بس تجديد البويضه هي المره اللي منا مجوزه. بهيدي الحاله فين يعدوا يحددوا السكس البيبي ان كان بدهم يا بنت او صبي او لا؟ كله صار ينعمل بالمراكز. نحن البيبي بس يربى بالمركز، في عنده مثل بيقدر يربى بالمركز 5 ايام، خمس ايام بصير تتكاتل الخليه، على الخامس يوم لازم ينقل على الجسم او يتفرز. بثالث يوم فينا نشيل خلية من كل بيبي. هذه إذا كانت دغري السيدة بدها تعمل العملية، يعني بعد 5 أيام 3 أيام أو إذا بدها تنقل بيبي، إذا دغري يعني بدها تتم العملية، إذا بتعمل طفل أنبوب تجيب ولد، إيه على 5 أيام لازم تنقل أو تفرز. أوكي. تنقل شهر الجاي. بهالفترة الزمنية اللي عم بتكاتر الولد فيك تشيلي خلية منه بلا ما يتأثر. هالخلية بتبعتيها على مختبر جينيتيك، بتندرس بيندرس الكروموزوم تبع البيبي، بنعرف إذا عنده أمراض وراثية، بنعرف إذا صبي وبنت، وبتنقل المريضة إذا بدها تحط الصبي من البنت.